بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 130. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. السائل أبو أحمد يقول: فضيلة الشيخ، من خلال قراءتي لكتاب الله عز وجل وفي القرآن الكريم ذكر نبينا موسى عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع في القرآن الكريم بخلاف الأنبياء الآخرين عليهم السلام، ما الحكمة في ذلك؟ حيث أقرأ مثلا في سورة البقرة وسور أخرى التردد وذكر نبينا موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، قولك نبينا موسى هذا ليس بصحيح، لأن موسى عليه السلام نبي لبني إسرائيل، نبي. وإذ قال موسى: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، فهو نبي لبني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. كل أمة لها نبي، أما نبينا نحن فهو محمد عليه الصلاة والسلام. يجب الإيمان بجميع الأنبياء، هذا ركن من أركان الإيمان من أولهم إلى آخرهم، يجب الإيمان بجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، هذا ركن من أركان الإيمان. لكن لا نقول نبينا موسى، نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وتكرار ذكر موسى عليه السلام في القرآن لأنه نبي بني إسرائيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي جميع الخلق، مرسل إلى جميع الناس. أما كان عهد موسى قريبا من عهد محمد صلى الله عليه وسلم تكرر ذكره في القرآن، وللتشابه بين الرسولين الكريمين، بينهما تشابه كثير. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يقول: ابنتي مرضت ولم تصم 5 أيام من رمضان وتوفيت، ما هي الكفارة؟ وهل يجوز أن ندفع مبلغ وكم يقدر؟ إذا كانت تركت الصيام للمرض واستمر معها المرض حتى ماتت ولم تتمكن من القضاء فليس عليها شيء. أما إذا كانت شفيت وقدرت على القضاء لكنها ماتت قبل أن تقضي إنه يقضى عنها، من مات وعليه صوم صام عنه وليه كما في الحديث. نعم. هذه سائلة تقول: لي أبناء كانوا يحافظون على الصلوات منذ صغرهم، وعندما افترقنا أنا وزوجي والدهم، وحينما كبر هؤلاء الشباب تركوا الصلاة ولم يفيد بهم لا وعظ ولا تذكير، ووالدهم يقول: الدنيا تعلمهم الخير اتركيهم، ماذا أعمل معهم؟ لا تتركوهم، أبناؤكم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهم في ذمتكم، مسؤوليتهم باقية عليكم، ألزموهم بالصلاة، مروهم بها ما داموا عندكم وفي بيوتكم، تلزمونهم بالصلاة وتؤدبونهم على تركها. نعم. هذا السائل يقول: ما الأجر المترتب على تحفيظ القرآن الكريم؟ وهل أخذ الأجرة من تعليم القرآن الكريم فيه بأس، أو يحتسب الإنسان الأجر من الله؟ إذا احتسب الأجر في تعليم القرآن فهو خير أحسن. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم أن تعلم القرآن وعلمه. وإذا أخذ الأجر على تحفيظ القرآن وعلى تعليم القرآن فلا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يجوز لمدرس القرآن أن يأخذ مكافأة أو راتبا، ولا بأس بذلك، وإذا احتسب الأجر فهذا أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ، أنا من رعاة الإبل، فهل يجب علي كمسافر إلى الصحراء والتنقل
بين الصحراء أن أحمل معي الماء للوضوء، وهل ترك الوضوء في بعض الأيام تكون الصلاة جائزة؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وقال في الآية: ألم تجدوا ماء فتيمموا. إذا لم تجد الماء أو معك ماء قليل لا يكفي لطهارتك وحاجتك، فإنك تبقيه لحاجتك وتتيمم، تبقيه لحاجتك وتتيمم، والحمد لله. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ: ما حكم ذبح خروف أو بقرة أو جمل حتى ينزل المطر وتحل البركة؟ هذا حرام ولا يجوز، هذا اعتقاد باطل، قد يكون من الشرك أنه ذبح لغير الله عز وجل. إنما المشروع الدعاء، دعاء الله أن يسقي الناس. صلاة الاستسقاء شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها بنفسه وشرعها لأمته، إذا قحط المطر وأجدبت الأرض أن يصلوا، أن يصلوا وأن يدعوا الله عز وجل. يأتي بعدها خطبتان فيها الدعاء والاستغفار، طلب الغيث من الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. يقول السائل عبد الله: ما الضابط يا شيخ في صلاة التراويح في رمضان في زيادة ركعاتها 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر، وما الوارد في السنة؟ صلاة التراويح عدد الركعات يختلف، إن كان يطيل القراءة والركوع والسجود فإنه يصلي 11 أو 13 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإن كان يخفف الصلاة فإنه يصليها 23، 20 تراويح وثلاث الشفع والوتر، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل الشيخ: هل الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، وكيف الضابط في ذلك؟ الترضي عن الصحابة هذا واجب علينا، الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الترضي يكون عن الصحابة، ولا بأس أن يطلق الترضي عن غيرهم من العلماء والصالحين، لكن بصفة دائمة هذا لا يكون إلا للصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. في الصلاة شيخ، هل الاكتفاء بسورة بسورة الفاتحة في الصلاة يجزي؟ هذا الركن لا بد منه، وما زاد عليه من القرآن بعد الفاتحة فهو سنة، لا ينبغي التفريط في ذلك. نعم. يقول: ما المراد بالآية الكريمة: له ملك السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله؟ نعم، الآية على ظاهرها أن الله يملك السماوات والأرض ومن فيهما من المخلوقات، وإليه يرجع الأمر كله يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول فيها: هل الجماعة الأكثر في المسجد إذا كان في الحارة أكثر من مسجد، إلى أين أذهب؟ وكذلك ترديد الأذان، مع أيهما أقرب؟ إلى ما يليك، إلى المؤذن القريب منك تتابعه، والصلاة تصلي في المسجد القريب منك ومن بيتك، مسجد الحارة، ولا تغادره إلا لسبب من الأسباب، وإلا فالأولى أن تصلي في المسجد القريب من بيتك، تعمرون مسجدكم بالصلاة فيه. نعم. ما حكم قول الأم لبعض أبنائها إذا فعل أمر خطأ، يعني خطأ إذا كان فيه مخالفة شرعية، سيما إذا كانت وقالت له: الله يزعل منك أو الله يغضب منك؟ الله يغضب، نعم، إذا تركت عبادته إنه يغضب، إذا تركت الفرائض التي فرضها الله عليك فإن الله يغضب لذلك ويعاقب على ذلك. وأما النوافل فأمرها واسع، هي خير وفيها أجر عظيم، لكن تركها ليس فيه إثم، وإنما فيه نقص في العبادة، أنت بحاجة إلى الفرائض وإلى النوافل، أنت بحاجة ماسة إلى طاعة الله عز وجل. نعم. هل يجوز تقبيل القرآن إذا وقع على الأرض؟ القرآن لم يثبت فيه دليل إلا عن بعض الصحابة أنه قبله، فمن فعله فلا ينكر عليه. نعم. الأنفع للمتصدق بخصوص كفارة الإطعام، هل يجوز إخراج نوع من الطعام أو ما يحبه المخرج؟ من قوت البلد، من أوسط ما تطعمون أهليكم، من قوت البلد المتوسط. نعم. أحسن الله إليكم
فضيلة الشيخ، ما حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة دون رفع الرأس، وهل يدخل هذا ضمن النهي الوارد في الحديث؟ نعم، لا يرفع البصر إلى السماء وهو في الصلاة، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أدعى للخشوع. وجاء الوعيد على من يرفعون أبصارهم بالصلاة أن الله يمكن أن يخطفها فلا تعود إليهم، وهذا وعيد شديد. نعم. هذا السائل: أنا إمام مسجد أتخلف عن الصلاة بالجماعة مرة لعذر ومرة لغير عذر، هل يلزمني أن أخرج شيء من الراتب الذي أستلمه لأجل إمامتي بقدر الأوقات التي أتخلف عنها؟ هذا لا يعفيك من المسؤولية، أنت مسؤول، وإمامة المسجد مسؤولية لا تتركها إلا لعذر شرعي تحافظ على إمامة المسجد، ولا يكون الأمر بالخيار، إن شئت حضرت وإن شئت لم تحضر وتقول بخرج من الراتب، هذا ما يعفيك من المسؤولية، من مسؤولية إمامة المسجد. نعم. بعض البلاد يا شيخ يقول يصلون صلاة الاستسقاء في المساجد، فما الحكم في ذلك، وهل لابد من الصحراء عند طلب السقيا؟ إذا كان فيه صحراء قريبة فهو أفضل، وإن لم يكن فيه صحراء فلا بأس أن يصلوها في المساجد. نعم. يقول السائل: يشتري بعض الناس في سوق الخضار مجموعة من الفواكه جملة، ثم يقومون بتفريدها وبيعها على الناس بأضعاف مضاعفة، فهل الفعل صحيح؟ يلزمون أن يبيعوا مثل ما يبيع الناس، مثل ما يبيع الناس، وهذا هو العدل بين البائع والمشتري، فلا يرفع القيمة على الناس ويحرجهم في ذلك، لأن هذا يخضع للسعر الموجود، يتمشى على السعر الموجود. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل عبارة الخالة في مقام الأم صحيحة؟ وأقرأ عبارة أخرى في الطرقات: أكرموا عمتكم النخلة. أكرموا عمتكم النخلة، هذا لا أصل له، ليست النخلة عمتنا. بقية السؤال: الخالة في مقام الأم. نعم، الخالة بمقام الأم، أخت الأم في مقام الأم، لها من البر والإكرام الشيء الكثير. نعم. أحسن الله إليكم السائل يقول: يا شيخ، كيف نجمع بين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة؟ الحديث الأول فيه بيان أركان الإيمان، والحديث الثاني فيه أن الإيمان يتفاضل، بعضه أقوى من بعض، بضع وسبعون شعبة، أعلاها هذا هو أكمل الإيمان، قول لا إله إلا الله، وأدناها هذا أقرب الإيمان وأقل الإيمان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يكون له أعلى ويكون له أدنى. نعم. يقول السائل: يا شيخ، إذا كان الشخص يصوم يوم ويفطر يوم، فهل من الأفضل له أن يصوم يوم عرفة أو عاشوراء إذا صادف ذلك يوم فطره؟ نعم، يصوم يوم عرفة ويضيفها إلى صيامه السنوي، لأنها مواسم وفيها فضل عظيم فيضيفها إلى صيامه. نعم. يقول: عند أيام التكبير المطلق في ليلة العيد وأيام عشر ذي الحجة، هل يشرع رفع الصوت بالتكبير عند اتباع الجنازة أو في المقبرة عند انتظار دفنها، أو يسر المسلم بها؟ لا علاقة لتكبير يوم العيد وأيام العشر من ذي الحجة، لا علاقة لها بتشييع الأموات، هذا شيء ولا شيء، ولا ترفع الأصوات مع الجنائز لا بتكبير ولا بغيره، وإنما يكون السكينة والخشوع اتباع الجنائز والاتعاظ والاعتبار والدعاء للميت للرحمة والمغفرة بدون رفع أصوات وبدون أصوات جماعية. نعم. يقول: العلاج بلسع النحل هل هو جائز، علما بأن لسعها سبب في موتها، أو أن هذا من التداوي بالحرام؟ هذا يرجع فيه إلى الأطباء، إذا كان لسع النحل فيه دواء وفيه نفع فإنه يفعل ولو ماتت. نعم. يقول: ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ نعم، إرادة الله بالمسلم الخير أن يفهمه الدين، أن يفهمه دينه،
وأن يتعلم أمور دينه، هذا الدليل على أن الله أراد به خيرا. الله جل وعلا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا علامة الخير، وأما المعرض هذا علامة أن الله لم يرد به خيرا. نعم. يسأل هذا السائل عن التشكي والتسخط إذا نزلت بالشخص مصيبة مالية أو جسدية. لا يجوز التسخط من قضاء الله وقدره، بل يجب الصبر والاحتساب مع فعل الأسباب النافعة التي ترفع عنه الضائقة أو الفقر أو المرض، يفعل الأسباب ويصبر على ما أصابه. وليس معنى الصبر على ما أصابه أنه ما يفعل الأسباب ولا يتعالج، ولا لا يتعالج مع الصبر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبد الله: هل للجن تأثير على الإنسان في حياته اليومية؟ وما طريقة الوقاية منهم؟ وما صحة تلبس الجن بالإنس؟ مأجورين؟ كل هذا ثابت، يعني كونهم يضرون الإنس ويدخلونه ويلابسونه. قال الله جل وعلا: لا يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دل على أن الشيطان وذريته من الجن يمسون الإنسان في عقله وفي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولكن المسلم يتحصن بذكر الله وبالاستعاذة من الشيطان وبالأوراد الصباحية والمسائية. نعم. يقول: تخطي الصفوف يوم الجمعة ما الضابط فيها؟ وإذا كان هناك فرجة في الصفوف الأمامية. لا يجوز تخطي الصفوف، وهذا فيه وعيد شديد، إلا إذا رأى فرجة في الصف الأمامي ولم يسدوها، إنه ولا يمكن أن يذهب إليها إلا بالتخطي، فإنه يذهب إليها ويتخطى، لأنهم هم المفرطون في ذلك حيث لم يسدوا هذه الفرجة. نعم. يقول: في ذهابي إلى العمرة أيهما أفضل، الطواف أو قراءة القرآن لازدياد الحسنات؟ تجمع بينهما يا أخي، تطوف وفي أثناء الطواف تقرأ القرآن، تجمع بينهما. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يا فضيلة الشيخ يقول: أختي متدينة ومدرسة للمواد الدينية، ولكن الشيطان يوسوس لها في عظيم من الأمور فيما يتعلق بالله عز وجل، فضيلة الشيخ كيف نتعامل معها مع أنها قد قرأت العلوم الشرعية؟ مروها أن تستعيذ بالله من الشيطان ولا يضرها. قال جل وعلا: وإما ينزغنك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله. تستعيذ بالله من الشيطان ولا يضرها. نعم. يقول السائل: إذا جاءنا ضيف من البعيد نقبل هذا الضيف ونقول: زارتنا البركة، أو ساعة البركة، أو حلت البركة علينا؟ لا ينبغي هذه المبالغة، تقولون بارك الله فيك، حياك الله، أكرمك الله، وما أشبه هذا، تدعون له. أما أن تقولوا إنه بركة وأن حلت البركة، بركة من الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بها المخلوق، من الذي يأتي بالبركة هو الله جل وعلا، وهو الذي يحلها على عبده. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يشهد للشاب أو الرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد؟ وما الدليل على ذلك؟ نعم، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث وإن كان فيه مقال، لكن الآية أي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الذي يعتاد المساجد هذا يؤمل فيه الخير، وفي الحديث أن من السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل قلبه معلق في المساجد، يحب المساجد ويألفها. نعم. أخيرا يقول السائل أحمد من الجوف: هل يؤخذ العلم من أناس ليس لهم مشايخ بل تفقهوا من الكتب والأشرطة؟ هذا حرام ولا يجوز، وهؤلاء ليسوا علماء وإنما هم جهال متعالمون، فلا يؤخذ العلم من الأوراق ومن الكتب، وإنما يؤخذ عن العلماء بالتلقي والتدرج في العلم. نعم.
أخيرا الشيخ، إذا صلى الإمام خامسة في الظهر فهل يعتد بها المسبوق مع علمه أنها خامسة؟ وإذا لم يعتد بها فماذا يفعل؟ لا يعتد المسبوق بالركعة الخامسة الذي زادها الإمام سهوا، لأنها ليست صلاة فلا يعتد بها، وإنما يأتي بركعة غير الزائدة. شكر الله لكم الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وسجل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب المهندس